يسعد صباحكم من جديد. موضوع وملف التعليم العالي فيما يتعلق بجائحة كورونا والتعليم عن بعد تعتبر من الملفات الملحة مع الحكومة الجديدة، كيفية التعامل معها وهل نحن على أتمة الاستعداد؟ معنا الدكتور جهاد حمدان رئيس جامعة الزرقاء عبر سكايب. يسعد صباحك دكتور. صباح الخير أولا إليك، وصباح الخير لمشاهدي رؤيا، وصباح الخير لبلادنا الجميلة وقدرتها على مواجهة وتحدي هذا الوباء أيضا. يعطيك ألف عافية دكتور. في البداية عم نتحدث عن التعليم عن بعد، تحدثنا عن العديد من الجوانب، ولكن فيما يتعلق بالتعليم العالي أو التعليم الجامعي عن بعد، كيف ممكن توصف لنا التجربة حتى الآن؟ بالنسبة للتعليم عن بعد يعني هو تحدي كبير واجهته بلادنا كما واجهته بلدان أخرى، ولم نكن نحن على استعداد كامل لهذا التحدي، لكننا قبلنا هذا التحدي، قبلت هذا التحدي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقبلته الجامعات أيضا وبدأت تتعامل معه على هذا الأساس. نعم. لا شك أن هذا التعليم يعني فيه تحديات كبيرة ويحتاج إلى حكمة كبيرة في التعامل مع هذه التحديات. ربما من المناسب هنا يعني أن أبارك لمعالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أبو قيس، وهو من الخبراء في التعليم عن بعد، له خبرة واسعة وقاد جامعة محترمة تمارس هذا التعليم منذ سنوات طويلة ولها سمعة طيبة في البلاد وفي الإقليم أيضا، ونأمل أن نفيد من خبرته الواسعة ومن مهاراته. نعم. وأتمنى له التوفيق طبعا في مهمته النبيلة إن شاء الله. نعم، بالنسبة للجامعات جاءت جائحة كورونا وجعلت التعليم عن بعد ليس خيارا يمكن أن تأخذ به أو لا تأخذ به، جعلته الخيار وعمليا الخيار الوحيد، لأن من يتعلم في داخل الحرم الجامعي حتى في هذا الفصل أو في الفصول الماضية كان طلبة المشاغل والمختبرات والمواد العملية، وهم طبعا ليسوا عددا كبيرا من الطلبة، وهذه التحديات يعني على مستويات مختلفة. التحدي الأول هو تحدي البنية التحتية، هل الجامعات لديها البنية التحتية للتعامل عن بعد؟ بمعنى آخر للتعليم عن بعد، بمعنى آخر هل لديها سيرفرات قوية؟ هل لديها مركز تعلم إلكتروني كفؤ من حيث المعدات ومن حيث الكوادر المدربة للتعامل مع التعامل؟ أنا هذا السؤال اللي بدي أسمع صراحة إجابته بالتحديد، هل نحن نملك البنية التحتية الكافية واللازمة للتعليم عن بعد، وخصوصا عم نتحدث عن بعض التخصصات اللي تدريسها عن بعد كمان بيكون صعب، فهل نحن نملك البنية التحتية التي نحتاجها؟ الواقع يعني هذا سؤال مركزي ومهم، والإجابة عليه هي ليست يعني بالسهولة نعم أو لا. الجامعات يعني لديها إمكانيات متفاوتة في إعداد البنية التحتية، لكن بشكل عام الجامعات في الأردن لديها مراكز للتعلم الإلكتروني، وهذه منذ سنوات طويلة، نحن لدينا مركز منذ 2010، وهذه المراكز كانت تعمل على حوسبة التعليم وتهيئة مناخ مناسب للتعلم الإلكتروني، لكنها طبعا في الماضي لم تكن تقوم بالمهمة كما هو مطلوب منها الآن، ومن هنا نقول هناك تفاوت ويظل مطلوب من الجامعات العمل على تحسين بنيتها التحتية. نحن نزعم في جامعة الزرقاء أن لدينا بنية تحتية جيدة، بدليل أن التجربة مرت في الفصل الذي داهمتنا فيه الجائحة ونجحنا في التعامل معه، وكان هذا واضحا في نسبة التقدم للامتحانات لأنها كانت بنسبة حوالي 98%، وأيضا في التعامل معها في الصيف، والآن نحن مستعدون بخبرة راكمناها للتعامل مع التعلم والتعليم عن بعد في الفصل الأول، ونظن أن الجامعات الحكومية والخاصة بذلت جهودا كبيرة مثلنا أيضا
من أجل أن تتلافى النواقص التي رصدتها في المرحلة الماضية، بحيث تكون عملية التعليم والتعلم عن بعد في هذا الفصل أفضل. ونحن طبعا نبني على ما ركمنا ونحسن عملنا باستمرار. نعم. طب دكتور جهاد، إذا بتسمح رح ننتقل لاستطلاع الرأي أجرى زميل محمد الفاعولي فيما يتعلق بالتعليم عن بعد وخصوصا لطلاب الجامعات. رح نستمع للإجابات ومنكمل حديثنا. التعليم الجامعي ملف أمام الحكومة الجديدة، حبينا ننزل على الشارع ونسألهم شو رأيهم بالموضوع. خليكم معنا. أنت طالب جامعة؟ نعم صحيح. شو رأيك بالإجراءات اللي اتخذتها الحكومة بما يتعلق التعليم عن بعد للجامعات؟ طبعا أنا كطالب سنة أولى جامعة كنت بتمنى جدا يكون التعليم حضوري، رغم أنه إحنا عارفين أن هاي كلية إجراءات احترازية بسبب فيروس كورونا. رغم ذلك أكيد كطالب سنة أولى جامعة حاب يتعرف على الجو، حاب يتعرف على الدكاترة، على الطلاب، على المواد. فلذلك الأمان الموضوع محير، هل فعلا هو بسبب الإجراءات الاحترازية هالموضوع مناسب، ولا مش زي باقي الطلاب مثلا أو باقي السنوات راح أعيش حياة طالب سنة أولى؟ يعني بصراحة مش منيح، يعني لأنه في طلاب بيهملوا الدراسة وما راح يكون هالإشي يعني لصالح للطلاب أبدا. شو رأيك بالإجراءات اللي اتخذتها الحكومة بما يتعلق بالتعليم عن بعد؟ طبعا هذا القرار بالنسبة لي كثير غلط، كثير انظلمنا بالتعليم الإلكتروني. هسه الإلقاء مباشرة من الدكتور يختلف عن التعليم الإلكتروني، وإحنا كشعب مع أنه هذاك التطور بالتكنولوجيا وكثير كثير الطلاب أنه أغلبيتهم ما يقدر يستعملوا هذا الإشي، وطبعا كثير كان في أشياء سياسات وكثير انظلم الطلاب خصوصا بالامتحانات. تمام، كان الامتحان بنص الامتحان النت يقطع، إلا تضطر أنك تخرج وترد ترجع. التعليم عن بعد يعني الواحد يعني ابدا ما استفدنا منه، غير هيك الدكاتره مش كلياتهم ملتزمين بالوقت، يعني احنا ندخل على المحاضره ما بكون دكتور موجود، بضل اغلبه يعني كل الاسابيع بيكون بس assignments، ما في عنا ما في شرح. غير هيك انه الفصل الماضي كان في دكتور ما اعطانا ولا محاضره، بس باوقات الامتحان يدخل يحكي متى موعد الامتحان. طب احنا شو استفدنا؟ من ناحيه التعليم عن بعد ابدا مو منيح. مثلا احنا كطلاب دكتور صيدله وطب ابدا مو منيح. من ناحيه المختبرات فلازم يعني بالجامعه، فاحنا مختبراتنا ولاباتنا لازم تطبيق عملي، وفي مواد لازم تتخصص، يعني لازم يكون في تبادل بين الطالب والدكتور لحتى يكون التواصل كويس. والعلامات كمان ابدا مو منيحه، يعني الطلاب لما بدهم يدرسوا عن بعد اكثر حدا مظلوم اللي هو الطالب الشاطر، لانه المو شاطر معتمد على الغش وهيك. ايش المشاكل اللي واجهتها حاليا بالتعليم عن بعد؟ المشاكل اللي واجهتها انا امانه لسه ما بلشت تعليم، لكن انا بتخيل مجرد التواصل انه ما يكون حضوري حيكون في كثير حواجز بيني وبين الدكتور او حتى بيني وبين الطلاب. فلذلك انا متخوف من هاي النقطه. انا يعني لسه ما جربت الامان التعليم عن بعد. والله ما كنت بهتم ابدا، ومش مثل لما نروح الجامعة وهيك بناخذ نعطي مع الدكاترة نفهم عليهم، غير ما بستوعب. الاتصال بيكون عند الدكتور مرات سيء كتير، ما بقدر اني اتوصل المعلومة يعني مثل ما انا بدي، كأنه انت موجود بالقاعة مع الدكتور بالضبط. انا من الطلاب اللي بحبوا يتواصلوا مع الدكتور، مو من خلال التعليم عن بعد والاي ليرنينج وهي الشغلة. يعني لما بدنا ندرس احنا عملية التواصل مع الدكتور يعني كويسة، بتنمي الطالب وبتبنيه يعني من ناحية الأشياء اللي لازم يتعلمها هو، يعني أساس التعليم هو التواصل بس، مش بس تلقي. يعني استمعنا إلى مجموعة من الآراء يغلب عليها الحس السلبي والتجربة لم تكن بالاتجاه الإيجابي أو المطلوب. دكتور جهاد لساتك معنا. نعم. يعطيك العافية. سمعت للإجابات، ما بعرف إذا بتوافقني الرأي، ولكن بشكل عام ما عم بيكون الانطباع إيجابي عند طلاب الجامعات، صحيح؟ يعني بالنسبة للملاحظات اللي أبدوها الطلبة، الواقع أنها كلها ملاحظات واقعية وليست يعني من بنات الخيال للطلبة. وأنا أشكر يعني جميع الطلبة وأيضا معد هذا الاستبانة أو اللقاء مع الطلبة
على جمع هذه البيانات المهمة لأصحاب القرار بحيث يخذوها، وهي في الواقع هذه جزء من التحديات. أنا تحدثت عن تحدي البنية التحتية، لكن هناك تحدي آخر أيضا الطلبة أشاروا له بشكل غير مباشر، وهو تحدي يتصل بأعضاء هيئة التدريس. يعني أعضاء التدريس لم يكونوا جميعا على سوية واحدة للتعامل مع منصات التعليم عن بعد. هناك جامعات قامت بالتدريب، تدريب أعضاء التدريس بفترة سبقت الإغلاق الذي تم للتعليم الوجاهي خلينا نقول، ولكن تفاوتت في هذا، فلا زال هناك حاجة لتدريب أعضاء التدريس، وخاصة بعد التجربة التي تمت في الفصل الماضي والصيف على التعامل، وهذا بده طبعا دورات تدريبية على كمان أونلاين. أنا تعليقي دكتور جهاد عفوا، لأنه أنا بدي أتوقف شوي تفصيليا على بعض الإجابات التي وردت. إحنا كان عندنا في مجال بشهر 5 شهر 6 شهر 7، يعني لم نفاجأ بانقطاع التعليم الوجاهي والتزامنا بالتعليم عن بعد. لماذا لم يخضع أعضاء الهيئة التدريسية لبعض الدورات؟ طبعا إحنا بنحكي بالمجمل، ما عم نخص جامعة يعني بعينها. نحن طبعا نتوقع، أنا بالنسبة لي كرئيس جامعة أتوقع أن الجامعات أفادت من هذا الوقت، وهي تعرف هذه النقطة وتعرف هذا التحدي، وأنا يعني أقول أن الجامعات لابد أنها قامت بذلك، فإن كنا نحن قمنا بذلك فنعتقد أن غيرنا أيضا قام بذلك. لكن الطلاب ذكروا تحديات أخرى، يعني ذكروا تحدي مهم اللي هو البعد الاجتماعي لعملية التعلم والتعليم. التعليم والتعلم مش بس مواد بتحطها أنت على النت أو يشوفوها الطلاب، كمان هناك علاقة مباشرة بين الأستاذ وبين الطالب، وبالتالي مطلوب أيضا ضمن التعليم والتعلم عن بعد أن يكون هناك ساعات مكتبية افتراضية مخصصة للطلبة، يستطيع الطلبة أن يتواصلوا فيها مع المدرسين، هذا مهم. أيضا أشاروا الطلبة إلى مسائل مهمة، يعني الطلبة بحاجة إلى تدريب أيضا هم على التعامل عن بعد، كمان هل هم مزودين بالأجهزة، لابتوب مثلا مناسب، سمارت فون، تليفون ذكي مناسب. هناك طلبة حتى كان في اعتراض على سرعة شبكة الإنترنت عن بعض الطلبة، سأتي إليها. هناك طلبة فقراء وطلبة معوزون، هؤلاء بحاجة إلى مساعدة من جهات عديدة، بحاجة إلى مساعدة من الوزارة، من شركات الاتصالات، من الجامعات نفسها. في البيت يعني قد يكون هناك جهاز واحد ذكي أو لابتوب واحد، لكن المستخدمين يكونون 3 أو 4 في المنزل، لأن الطلبة موجودون في كل المنازل. هذا من التحديات الموجودة. أيضا من التحديات الموجودة اللي ذكروها الطلبة تحدي مهم، وهو موضوع الامتحانات وكيف التعامل مع الامتحانات. وهناك يعني محتاجة إلى تدريب. أسئلة التعليم عن بعد ليست كأسئلة التعليم الوجاهي، لأن قدرتنا على مراقبة الطلبة ضعيفة، إلى أن يتوفر هناك آليات يعني نستطيع فيها أن نراقب الامتحان دون الإخلال بخصوصية الطالب. يعني هذا نحن بحاجة إلى تطوير هذه الآليات. وبالتالي موضوع الامتحانات هو موضوع تحدي تعاملت مع الجامعات بطرق مختلفة. نحن مثلا وجهنا أعضاء التدريس إلى أن ينوعوا في الأسئلة، ومنها أسئلة التحليل والاستنتاج. هذه الأسئلة لا يستطيع الطالب أن يغش فيها بسهولة، حتى لو كان هناك من يساعده، هذا يتطلب اطلاع على المادة سابق وإلى آخره، حتى يستطيع أن أيضا الصفحة مثلا ما يكون فيها عدد كبير من الأسئلة، حتى تكون السرعة معقولة في الانتقال من سؤال إلى سؤال. أيضا قلنا عدم رجوع الطالب إلى السؤال الذي ينتهي منه، خلاص انتهينا من هذا السؤال ما بيرجع له، بالتالي لو جاء جواب حدا ساعده ما في مجال أن يرجع له. إذن بحاجة إحنا لجملة من الإجراءات نضبط فيها العملية بشكل أحسن. الطلبة في المخيمات أيضا، في مخيمات اللجوء، هؤلاء كمان بحاجة إلى مساعدة فنية. شركات الاتصال تفضلتي وذكرتي، في مناطق لا يصلها أصلا البث، يعني الطالب عنده تليفون والأستاذ جاهز ولكن المنطقة لا يصلها البث. وبالتالي عندما نقول أنه التعليم العالي يعني نقطة أول السطر عالي العال تمام التمام، نحن لا نكون قد وصفنا المشهد وصفا دقيقا، لكننا نقول أن التعليم عن بعد تحد نحن قبلناه وقبله يعني غيرنا أيضا، وعلينا أن نستمر في التعامل معه بإيجابية أيضا، و
أريد أن أقول نقطة مهمة للطلبة. تفضل. الواقع أن المعلم في التعليم عن بعد خاضع لرقابة هائلة، والطلبة يجب أن يدركوا ذلك. عندما يعلم المعلم في الصف خاضع لمراقبة الطلبة بشكل أساسي اللي في الصف، لكن الآن هو خاضع لمراقبة الطلبة ويسجل المحاضرة أيضا يضعها، نحن عندنا محاضرات تزامنية طبعا عندنا في جامعة الزرقاء، ويضع الرابط على المودل، منصة مودل، والطالب الذي يغيب يذهب ويأخذ الرابط ويحضر المحاضرة. مراقبة الأهل، مراقبة الجامعة، رئيس القسم، طبعاً. مراقبة كبيرة هائلة عليه، وبالتالي هذا يعني أن المعلم معني أن يحسن أداءه من أجل أن يحافظ على سمعته. نعم. ويحافظ على مكانته، وهذه نقطة صحيح مهمة. أنا هذا اللي برضو حابين يعني نسمعه منك عشان نكون منصفين. إحنا دائماً لما نتحدث عن التعليم عن بعد عم نسمع آراء الطلبة أكثر. بما أنك في الميدان دكتور جهاد، حدثنا عن يعني المعيقات أو الآراء أو تجربة المعلمين، يعني الكادر التعليمي، هل الحس إيجابي أم هم أيضا يعانون من صعوبات؟ الواقع يعني أنا أستند الآن في إجابتي إلى دراسة أجريناها في جامعة الزرقاء حول التعليم والتعلم عن بعد، كانت عينتها 210 من أعضاء التدريس من مختلف الرتب الجامعية ومختلف سنوات الخبرة، وأيضا أعضاء التدريس تحدثوا عن إيجابيات وتحدثوا عن تحديات. نعم. ومن التحديات التي تحدثوا عنها هي أيضا حضور الطلبة ومساهمة الطلبة في النقاش الفعال. يعني هذه نقطة مهمة، ونحن بحاجة أن نشجع الطلبة وبحاجة أن نعطيهم وظائف قصيرة قابلة للإنتاج في وقت معقول، بحيث يشعر الطالب أن هناك ثمرة لهذا التعليم والتعلم عن بعد. أيضا لاحظوا أن هناك طلبة لا يستطيعون أن يتواصلوا معهم، فيتواصلوا معهم عبر الفيسبوك والواتساب، لأنه يعني لا يوجد لديهم في البيت جهاز طوال الوقت تحت تصرفهم، ونحن نريد التعليم أن يكون عبر المنصات الأساسية يعني المعترف فيها العالمية، ومنها طبعا مايكروسوفت تيمز وغيرها، والتي تتيح مجال اللي بنسميه التعلم المتزامن، يعني انه الاستاذ والطالب يشوفوا بعضهم، مش الاستاذ يحط لهم الماده على المودل ويقول لهم بدنا يعني العمليه تفاعليه. هو العمليه نعم. فهذا يعني من التحديات الموجوده. صحيح. وطبعا المعلم المدرب يواجه تحديات اقل من المعلم غير المدرب، المعلم طويل البال يواجه تحديات اقل من المعلم اللي يعني خبرته قليله ويغضب احيانا بسرعه، وياتينا ملاحظات يعني من المعلمين باستمرار نحن نستمع اليهم. صحيح. ونقول انه مطلوب هذه العمليه تستمر، يعني التغذيه الراجعه مطلوب تجينا الواقع. نعم. تجينا من الطلبه كما فعلتم، ونحن لدينا دراسة أيضا في هذا الجانب، تأتينا من المدرسين وتأتينا من الأهل أيضا والمجتمع المحلي وتأتينا من وسائل الإعلام مثلكم أيضا. الله يعينكم. يعني بدكم يعني رياحية ويعني قلب كبير في التعامل مع التعليقات من مختلف الجوانب. هذا صحيح. طيب. دكتور جهاد، احنا نعرف ان الموضوع مش سهل ومسؤولية صعبة، ولكن الحديث الآن كمان مش بس عن مرحلة التعليم، يعني لما نتحدث عن شكل سوق العمل، كيف رح يتعامل مع خريجي الطلاب اللي تعاونوا يمكن أو تفاعلوا لفصل أو أكثر أو سنة أو أكثر بالتعليم عن بعد، يعني سوق العمل هل هو جاهز لاستقبالهم؟ شكرا، والله هذا سؤال في غاية الأهمية. طبعا أنا راح أجيب يعني إجابة أولية، لأنه لم يتخرج عنا يعني طلبة كامل تعليمهم كان عن بعد، كان عندهم فصل أو شيء من هذا، والآن الفصل الثاني. هناك طلبة متخوفون، خاصة طلبة العرب اللي بدرسوا عنا، إنه هل ستعترف مثلا جامعاتهم بالتعلم عن بعد؟ نحن نقول لهم نعم، لأنه هذا نظام الآن أصبح نظاما عاما. الآن سوق العمل هو يتعامل مع الطالب الخريج وفق المهارات التي يكتسبها هذا الطالب. فإذا كان الطالب في من خلال عملية التعلم والتعليم عن بعد استمر في اكتساب المهارات المناسبة التي كان يعمل على اكتسابها في التعليم الوجاهي، بالتأكيد سوق العمل سيرحب به، لأنه سوق العمل نفسه بحاجة إلى هذه المهارات، لأنه سوق العمل بدأ يتعامل أيضا عن بعد وبحاجة إلى أناس
خاضوا هذه التجربة وتعلموا عن بعد ونجحوا فيها، فهؤلاء مفيدون سيكونون لسوق العمل. نعم. سواء المحلي أو الإقليمي. نعم. سؤالي الأخير دكتور جهاد، يعني بمحور آخر، حابة أسمع وجهة نظرك فيما يتعلق في القبول وملف القبولات ومعركة القبول الموحد اللي منشوف عم بيكون يعني استثناء للجامعات الخاصة، وأعداد الطلبة ما عم بتكون بالشكل الكافي بتوجههم للجامعات الخاصة. بحب أسمع تعليقك حول الموضوع. والله هذا سؤال يعني مهم في غاية الأهمية، والأرقام يعني تدعم الكلام الذي تفضلت به. نحن التعليم في الجامعات الخاصة استثمار وطني، وكلف هذا الاستثمار مئات الملايين من الدنانير، وهذا الاستثمار بحاجة إلى حماية ورعاية، وجزء من هذه الحماية والرعاية مطلوبة من الدولة ومطلوبة من وزارة التعليم العالي. نحن خاضعون لوزارة التعليم العالي لقراراتها ولتعليماتها، خاضعون لقرارات هيئة الاعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان الجودة وتعليماتها. نحن ندفع رسوم أيضا لهذه الهيئات. وإذا كنا نحن شركاء في الغنم، يجب أن نتشارك في جميع الجوانب. لنأخذ لمحة بسيطة، أنا لا أريد أن أطيل عليك. مثلا بالنسبة للطلبة الذين حصلوا على معدل 65 فما فوق هذا العام، واللي تعامل معهم التعليم العالي والقبول الموحد، 57,510 طلاب 65 فما فوق الذين قبلوا من خلال القبول الموحد، 47,951. يعني ماذا بقي خارج هذا؟ بقي بالحسبة بالقلم والورقة، بقي 9,553 طالب معدلهم فوق 65. نعم. ومن قبلوا في التعليم الموحد. هلأ بيجوز واحد يقول هذول كيفية يروحوا على الجامعات الخاصة؟ الأمر ليس كذلك، فهؤلاء سيذهبوا إلى الموازي في الجامعات الحكومية، وسيذهبوا أيضا قسم منهم إلى الخارج. وأيضا التعليم العالي زاد يعني على الأمر هذا العام، فأنه سمح بالقبول المباشر. نعم. لهؤلاء في عدد من الجامعات. صحيح. من هذه الجامعات يعني مؤتة وآل البيت والشوبك الجامعية والأردنية في العقبة والحسين بن طلال والإسلامية والطفيلة وأكاديمية. يعني إحنا بالختام. نعم دكتور جهاد، إحنا نتمنى. نعم نتمنى شمول الجامعات الخاصة. نعم. عم نتحدث عن أكثر من 19. نعم. جامعة خاصة. نعم. بخطة وسياسة. نعم. القبولات. نعم. الموحدة. نعم. إذا بدنا يعني نقرب. نعم. الصورة أكثر، جامعة الزرقاء تستوعب أكثر من 6,000 طالب، الآن فيها فقط 1,000 طالب. ويعني نحن لا يوجد لدينا طالب، لدينا 6,000 طالب، لكن طاقتنا الاستيعابية تصل إلى 10,000 طالب، نستطيع أن نستوعب 10,000 طالب. الاقتراح الذي نقدمه هو أنه بما أننا نحن مؤسسات وطنية للتعليم العالي، فلندخل ضمن القبول الموحد، ولتقدم كل جامعة خاصة رسومها بوضوح. صحيح. توضح رسومها، توضح. نعم. سياستها التعليمية، تتحدث عن الحرم الجامعي عندها، تتحدث عن أعضاء نشكرك التدريس. دكتور وتتنافس مع المتنافسين. نعم. شكرا. نشكرك جزيلا على وقتك دكتور جهاد حمدان رئيس جامعة الزرقاء، كنت معنا عبر سكايب، يعطيك ألف عافية. شكرا جزيلا لكم. شكرا.